ايه يا عزيز؟ ايه؟ الله يخرب بيتك، ايه اللي انت عملته ده؟ ايه اللي حبيته ده؟ ايه بيتك؟ اتفضلي يا ست انزلي اركبي اي حاجه، انا مش هتحرك دلوقتي. انت هتنزلني على كوبري ستانلي؟ يا ست انزلي خدي اي تاكسي. ماشي. شفتها فين؟ متأكد يا ابو عزيز شفتها بعينك؟ فين سلمانيا؟ طب يا ابو عزيز ماشي 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 يا ابو عزيز، يا سلام. كبير تعال. باشا انت بكره عندي من بدري، هيبقى في ناس كتير قوي عشان عيد ميلاد شاهين الصغير. الف مبروك يا باشا، وربنا يخليه لك وتفرح بيه. ربنا يخليك ما تاخرش. ها عينيا يا باشا. اتفضل. هيا امي. انا طارق، مراتك وابنك اتخطفوا. يعني ايه يعني راحوا فين؟ العياده كانت زحمه، دخلت الحمام عشان ترد على الولد، رحت اشوفها ما لقيتهاش. طيب انا استنى. عبد العزيز انت اتحركت من هنا؟ لا يا فندم انا كنت قاعد في العربيه. ما شفتش استاذه لبنى؟ لا يا فندم، بس واضح يعني ان هي ساهتني وخرجت. مين دي اللي ساهتك؟ مرات استاذ طارق. انت بتقول ايه؟ واحده يا فندم بس، وانا احكي لك على كل حاجه. انا معاكوا طول النهار، وهي من ساعه ما شافتني وهي يعني توترت. انا كنت بكذب نفسي بس. بتكذب نفسك؟ هو في ايه؟ قول لي في ايه؟ لقيتي حاجة ما؟ شايلة محفظتك. أنا لقيت الموبايل. إيه طارق؟ لقيت حاجة؟ إيه ده؟ دلوقتي لما اخذ اديك مليون جنيه عشان تجيب لي كوكايين. تشارلي. تشارلي يا سيدي، وانا ما اعرفكش عمر اشوفك، ما تسلم وتستهلك. معلش يا بابا انا اسف. ما تزعلش. ما تزعلش ليه؟ هو الحق يزعل؟ انت حوشت العمر. بص يا راشد. بص يا راشد، انا بسافر اجيب الحاجه دي من مره مصر، فتمنى لازم يبقى معايا. انا في المره الواحده بجيب كيلو، والكيلو ده تمنه مليون جنيه. ومكسبه قد تمنه. وصلت بس انت كده بتسافر وكده بتجيب. هات يا عم الحاجه، ما ادتكش الفلوس ما تدينيش حاجه، اديتك الفلوس اديني حاجتي عادي يعني. ماشي، انا كده هجيب الحاجه وهعرف اصرفها ساعتها، لو اتبقى باخدها. تمام، سلام. باي. بس بقول لك ايه، المره الجايه بقى غير الطقم ده. سلام. باي باي. باي باي. انت جبتيه منين؟ كيف بقى لما بيدخل؟ بعدين بقى. بعدين في ايه؟ فيكي عامله زي ما تكوني طلعتي لي من تحت الارض، بقى لي شهرين ما اوريش غيرك. انا بفكر لما كنتش عرفتك كان ممكن ايه اللي يحصل. انا عارفه ان انا مش هقعد معاكوا هنا كتير. انت عايزه تمشي؟ لا انا عايزه افضل معاك. معاكي حق، وانا نسيت اقول لك
بس انا هتجوزك. ده انا عايزه اعيش عمري كله وانت تؤمر ولا انفذ. انت بتكذبي عليا. وانا ايه اللي يخليني اكذب؟ يعني مفيش حاجه تستاهل تخليك تكذبي؟ لا طبعا. الحمد لله يا باشا كله تمام. كله تمام يعني؟ ها كله تمام يا باشا. انت عادي مش كده؟ ايوه يا باشا. نقول عليك بقيت قصه كبير في وقت قليل. الحمد لله. وشغلك عجب الناس في المعرض. الحمد لله. الصناعه دي مهمه قوي، مفيده بالنسبه لك، وشكلك كده حبيتها الجدع عشان خاطر لما تخرج من هنا تفتح ورشه. حاضر يا باشا حاضر. على فكره مش كل المساجين بيعملوا زيك كده. كمل وقريب قوي هتسمع مني خبر كويس. شد حيلك ان شاء الله. تشكر يا باشا. شد حيلك يا رجال. شكرين يا باشا. شكرين يا باشا. شكرين. شكرين. عايزين الناس كده دايما تبقى مبسوطه بشغلكم في المعرض. شكرين يا باشا. ماشي ان شاء الله يا باشا. يلا السلام عليكم. سلام عليكم. السلام. طاب السلام. ايه يا ندم يا